دوما ما كانت الولايات المتحدة أهدافها وحديثها يتمحور حول عدم اتساع رقعة الحرب، ولكن ما نراه اليوم في المنطقة عكس هذه التصريحات وعكس هذه الدعوات بسبب طبعا الأفعال الإسرائيلية في غزة. آخرها كانت يعني القصف للقواعد العسكرية الأمريكية سواء في العراق أو سوريا، وشاهدنا في الآونة الأخيرة استهداف للفصائل العراقية للقواعد الأمريكية الموجودة في سوريا. أثر ذلك اليوم على هذه الدول التي تتواجد فيها هذه الفصائل، على سبيل المثال العراق اليوم، وما هي العقوبات التي من الممكن أن يتحملها نتيجة هذه الأفعال؟ طبعا بين العراق والوجود العسكري الأمريكي هناك منظم لهذا الوجود بصفة مستشارين يعني للجيش العراقي، ولم ينسحبوا من هذا من العراق، وبالتالي لديهم تواجد في سوريا يختلف عن التواجد في العراق. لا يوجد أي اتفاقية مع الحكومة السورية، وبالتالي هناك يعني نوع من تواجد رغما عن أو غير أو لا شرعي. صحيح أنه كان بحجة تعامل ضمن تحالف دولي ضد داعش، ولكن داعش عندما لم يعد لديها أي حاضرة وقضي عليها سواء بالرقة أو بكافة الأماكن أو الموصل، يعني لم يعد هناك مبررا للوجود الأمريكي. وبالتالي هناك بول راند السيناتور الأمريكي وجه سؤالا للبنتاغون، ماذا نفعل في سوريا؟ هناك 900 جندي أمريكي في حالة ليست حالة حرب، وماذا تفعل في سوريا؟ لذلك أنا لا أبرر قصف هذه القواعد في سوريا أو غيرها، ولكن ما أستغربه أن يتبنى فصائل عراقية قصفا في سوريا. يعني هذا الوضع، السوريون يعني الجيش السوري بالكاد يحاول القضاء على الإرهاب والتعامل مع الإرهاب، وكذلك هناك فصائل لحزب الله سحب معظمها باتجاه لبنان. لذلك لماذا تقوم القوى العراقية والتي يرتبط العراق مع الولايات المتحدة في اتفاقية أمنية تقوم بقصف على تلك القواعد؟ هذا القصف سيقابله قصفا مضاد. الأمريكيون عملوا تدريبات قوية الأسبوع الماضي على كيفية حتى لو تعرضت أي قاعدة من قواعدهم لهجوم بري. هذا الوضع سوف ينعكس على العراق إذا لم تستجب الحكومة العراقية أو الجيش العراقي بوقف هذه الأعمال والتدخل. أعتقد أن الأمريكيين ممكن أن يتدخلوا هم لوقف هذه العملية.